السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون بخير. انا دابا دخلت لباكستان، ولكن حنا دابا في واحد البوست ديال البوليس. لقيت واحد الدراري هنايا حتى هما بالبيكالا، دراري من المانيا. واتس يور نيم؟ الياس. نوا. جويل. And we have this guy from Poland. Hello. Yes, hello. Hello, what's your name? What's your name? My name is Paul. Paul. Yes. Paul, yeah, nice to meet you. هذه هي البلاصه اللي جالسين فيها. عندنا هاد الشومبر هادي، فيها حنا تقريبا سبعه ديال الناس هنايا، سبعه ديال الدراري. الدراري من المانيا، هما خمسه بالبيكالات، وهاد الدري هذا بوحدو. المهم هذاك الدري بولندا كيدير اوتوستوب، وهاد الدراري خمسه بالبيكالات. حاليا في هاد البلاصه هادي كنتسناو غيديروا لنا ليسكورت، وما عرفناش امتى غادي نقدروا باش نمشيو من هاد البلاصه هادي. دابا حنا بحال مسجونين هنايا، واش كتقدر غير تمشي للحانوت ولا تسمي، ما تقدرش تخرج من هاد البلاصه هادي. انا حدك كتخرج لهنايا لهاد الساحه هادي هنايا. مازال ما عرفناش امتى ممكن غيدونا لواحد المدينه بعيده ب 600 كيلومتر. ممكن تما تقدر تولي شويه ديال الحريه عندك، يعني تقدر تحرك، تقدر تمشي بوحدك، وقدر في هذيك المدينه نيت من بعد 600 كيلومتر وما يخلوكش تمشي يعني بوحدك بالبيكالا. حاليا هنا غيدونا بالكار، غيدونا الاسكورت بالكار. تفهموا شويه المشكل اللي كاين في هذه المنطقه هذه. في هذه المنطقه سميتها بلوشستان. في هذه بلوشستان كنتو سمعتوها في ايران، فكاين النص ديالهم في ايران والنص ديالهم عاوتاني في باكستان، وكاين عاوتاني في افغانستان. في ايران ما كاينش مشكل في هذيك المنطقه، بحال قلت لي الدوله ديال ايران مسيطره على هذيك المنطقه. فهاد البلوش هادو بحال قلت لي باغيين ينفصلوا على باكستان، فلهذا هما كيديروا مظاهرات وكاينين مشاكل في هذه المنطقه، يعني عندهم مشكله مع الدوله. هذاك الشيء علاش كيديروا لك ليسبورت فاش كتدخل من هاد الجهه هادي، ضروري ما كيمشيو معاك يعني البوليس وهذاك الشيء. حتى لديك المدينه ديال الكويتا، فاش نوصلوا الكويتا فماشي 100% يقدروا يخلوني نمشي بيكالا ديك الساعه، لان الكويتا جات مازال واحد 400 كيلومتر باش تخرج من لا ريجيون ديال بلوشستان. فما عرفتش واش غيخلوني ديك الساعه نكمل بالبيكالا ولا. فباكستان فيها التبرزيط هذا كامله تقريبا، عاش كل اللي كيقول لك الشمال شويه يعني الجهه ديال الشمال ما فيهاش المشاكل ديال البراجات بزاف وهذاك الشيء. فغادي نبقاو معاهم هنا حتى نشوفوا امتى غيكون هاد ليسكورت هذا، واش غدا بعد غدا. دابا النهار الثاني، كل اللي كيقول لك دابا غدا، وبحال واحد السيد قال لنا راه غدا، واحد السيد اخر تبع هادو بوليس، واحد السيد اخر قال لنا غدا وبعد غدا الطريق مسدوده. كل واحد شنو كيقول. اليوم الرابع عندي هنا في هاد البلاصه هادي، فبدلوا لينا الشومبر، جابوا لنا واحد الشومبر اخرى هي هادي. جات واحد العائله ايرانيه، وملي جلسوهم في هذيك الشومبر حنا جابونا هنايا، وتزادوا دراري اخرين، زادوا واحد السيد من الشينوا. يعني هاد الشومبر هادي ولات ديالنا حنا دابا 8 ناس كيعيشوا في هاد الشومبر هادي. كي كنعسوا برا دابا بالليل، اغلبيه كيخرج علينا بعدا كنمشي نعس برا حتى على ديك 5 الصباح، تنرجع نعس هنايا في هاد الفوتوي هذا. هاو حاط فيه الطابي ديالي. صراحه بغينا نتحركوا، ولكن مازال ما قالوش لينا امتى. دابا كل نهار كيقولوا لنا غدا شويه، بعد ساعتين كيقول لك لا بعد غدا. عاوتاني اليوم كانوا دايرين معنا اليوم مع الجوج ولا الربعه، دابا الساعه شي واحده ديال النهار، يعني مازال ساعه على الجوج، ولكن ما كاين والو. قالوا لنا عاوتاني حتى الغدا، يعني القضيه في اشكال هاد الايامات هادي. ونورمالمون من قبل كان كل يومين كيكون الكونفوي، يعني تجي هنا غتبات اليوم تقدر غدا تمشي، ولكن هاد المره فاش دخلت انايا نحس تلقى دابا 4 ايام غدا الخامس. المهم غندوزو هنا كيبريا شي سيمانه. انا مازال بعدا عندي 45 يوم في الفيزا، فهاد الدري هاد البولندي عنده شهر، وهاد الدراري اللي بالبيكالا الخمسه الالمانيين اللي بالبيكالا عندهم غير 15 يوم. هما جاو نهار قبل مني، يعني هما دابا عندهم 5 ايام، بقات لهم 10 ايام على الفيزا. هما اصلا ما كيبيداليوش، جايين من المانيا اكثر من نص ديال الطريق غير راكبين في الكيران وهذاك الشيء. بحال دابا في ايران من طهران ما ركبوش على البيكالا. غنوريكم هنا شنو كاين برا. هذا هو الشينوي، وهذيك هي الشومبر اللي كنا فيها في الاول. جينا دابا هنايا، هادي روات هادو دابا، وهادي هي الكوميسارية، اسميتها باكستان ليفي تافطان. كيسميهم ليفي هادو، هما بوليس ولكن ما عرفتش شنو كتعني ليفي. هادو هما الاصدقاء اللي محبوسين معايا هنايا. البيكالا ديالي، وهما يا عندهم كاينين اربعة عندهم نفس البيكالا. ها هي هاد الحمراء، وهادي وهادي، شوما كاملين نفس البيكالا. بحال دابا الشركة ديال البيكالا يعني سبونسوراوهم بالبيكالات، وكاين عاوتاني واحد الشركة أخرى هادي،
هاد الشركه ديال الفاودي. هاد الفاودي هادي سبونسوراوهم بالماتيريال الحوايج، عطاوهم يعني القراعي السيكان، يعني كلشي. رجليا كيولوا بالشمس مع كنلبس الصنداله، بغيت نص نص تراصات لي الصنداله في رجليا، كنصيب واحد البريده ديال اتاي. عرفتي الملل صراحه في هاد البلاصه، ما كاين ما يدفع، لا ما عمرها شي برداد. تقدر تفوت هذاك الباب، ممنوع تفوت هذاك الباب. الأغلبية هنا دابا كاينين الألمانيين والنمساويين، كاينين تقريبا شي 4 النمساويين ماشي 5-6 ألمانيين ولا 7، فكيهضرو بالألمانية مع بعضياتهم. وخا طريح دابا هما كيهضرو بالأونجلي، ولكن عارفين كتهضر بالأونجلي، وخا طريح وسطهم كيبقاو يهضرو بالألمانية. اليوم الخامس عندي هنايا في هاد البلاصة هادي ديال باكستان لوفي طفطان، هنا عند البوليس. ولكن دابا البارح النهار الرابع جا واحد الكار من الكويطة. دابا حنا باغيين نمشيو للكويطة، يعني كان جا واحد الكار من هذيك الجهة اللي حنا غادي لها، يعني الطريق مفتوحة. فاش شافوه الناس هنا اللي معايا طلع لهم الدم من هادو، بداو كيهضروا بواحد الطريقة خايبة مع البوليس. المهم بنادم تعصب هاد البارح، وما قالوا لنا في الصباح غادي نمشيو. فاش نوض في الصباح قال لك لا حتى الغدا عاوتاني. فانا شنو درت؟ نط في الصباح فقش مع ديك 7:30، سولتهم قال لي لا حتى الغدا. نتجمعت حوايجي نمشي نوقف بيكالا قدام الباب، وانا نقول الدراري انا قلت لهم هذاك الشيء دابا بدا الغواش وبدا الصداع. قلت لهم بلا ما تبداو تغوتوا على البوليس الاول، قلت لهم جمعوا البيكالا ديالكم بالسكان ويلا نوقفوا قدام الباب نقول لهم بغينا نمشي بالاداب. هذاك الشيء اللي كان باش يحضر الشاف. دابا انا باغي باش يجي الشاف الكبير كاع. دابا كاين هنا واحد الشاف، دابا البوليس هنا ضريفين لا عمر دار، ولكن ما عندهمش مسؤوليه. خاصك تضغط عليهم باش يهضروا مع الشاف الكبير اللي مريح في الدار ولا في البيرو باش يشوف لك حل، لان الطريق مفتوح، بنادم كيمشي وبنادم كيجي، وحنا سادين علينا هنا في هذه البلاصه هذه 5 ايام. مشيت انا وقفت تبايا هذاك البولندي بالصاك، قلت له تمشي، ويقول لي انا نمشي معاك. مشينا وقفنا اوقفنا وما يتبعونا الاخر بالبيكالات. صافي كثر بنادم حدا الباب، عيطوا للشاف ديال هذه البلاصه، جا قلنا ليه غنمشيو. بقينا كنقول لا حلوا لنا الباب نمشيو. انا اللي قلت لهم هذا الخط، قلت لهم قولوا لهم حلوا لنا الباب نمشيو نتحملوا مسؤوليتنا، فهمتي، باش يهضروا مع الشاف. وبالفعل فاش قلنا لهم بحال هكاك، هو يقول لنا الشاف ديال البلاصه هو جاي البيك بوكس، يعني الشاف الكبير ديال اللي شاد المنطقه كامله، هو اللي غيشوف لنا الحق. منين هاد الطوموبيله هادي كبار في السن تعصب وجا حتى هويا بدا كيضرب في الباب بزاف. قلت له صاحبي راه حكت لي الناس ما دايرين والو هنا، فهمت، هذاك الشيء ديال العنف ما خدامش معاهم هنا، ماشي خدام معاهم دير لهم بحال هكا. باغي نمشي صافي، جمع حوايجك كل باغي نمشي باش يشوفوا لك حل، باش تبقى تغوت عليهم هنا. هما مساكن ما دايرين والو، ضريفين هاد البوليس، فهمتي، خصهم يشوفوا لك هذاك الشاف الكبير يجي. دابا الشاف الكبير هو اللي بيديه يخليك تمشي ولا لا. الشاف الكبير ما كيجيش هنايا، رايح في دارو ولا في شي بيرو ولا في شي، كل اللي بغيتو يحضر هو اللي غيجي يلعب راه. فاش هذاك جا الشاف ديال البلاصه قال لنا عيط لي غيجي وغنشوفوا شنو كاين. السيد هذا مسكين عنده كاميو وضرب واحد السيد مسكين بموطور، ما عرفتش واش طارت ليه رجلو ولا ما عرفتش داك الشيء. بقى في هذا السيد هذا مسكين طالع عليه الدم، فهمتي، كتحس به واصله ليه الدم من البارح هو هنايا، هو من ايران. هذاك الشيء اللي بلانيت ليه هو اللي وقع النهار هذا. فرجع واحد الشيف كبير هنايا، الشيف ديال المنطقه ديال طفطان كامله، فظريف. فحتى هو بحال اللي قلتي دابا هنايا، بحال اللي قلتي بحال اللي قلتي ما كانش في خبار، هو كاع راه بنادم هنايا 5 ايام ما جيبيش ليك خبار، يعني انا ما درتيش ليهم بحال هكا. انا كون ما طاحش عليا الفكره انني ندير ليهم بحال هكا، نوقف ليهم حدا الباب وكذا وهذه، غيبقاو يقول لك حتى الغدا حتى الغدا حتى الغدا، فهمتي. وهاد الشاب الكبير كاع من فراسو مريح، هو في البيرو ولا في الدار، فهمتي، يعني ما على بالوش. واخا هو دابا شاد غير هاد المنطقه على ما قال لنا في الجر، يعني هو ما مسؤولش على المناطق الاخرين، ولكن قال لنا من هنا لواحد الساعه ونقول لكم شنو كاين. دابا قال لنا بحال خصو هو تكونيكت مع الشيفان ديال المناطق الاخرى، يعني قال لهم انا غنصيفط لكم واحد الناس. فقال لنا تقدروا تمشيو اليوم، يعني الاخرين في الصباح قال لك تمشي لغدا، كان غدا يقول لنا بعد غدا وبعد غدا، يعني انا يبقاو يزرزروا فيك. فنتمنوا ان شاء الله ان نمشيو اليوم نحيدوا من هنايا. لحقاش دابا بعدا غيوصلوك لهذيك الكويطه صافي، كتولي شويه حر على ما فهمت، يعني تقدر تمشي بوحدك. المهم نمشي تما وغادي نشوف ان شاء الله البلان كيفاش داير. فجا داك الشاف الكبير فقالوا لنا اليوم غادي تمشيو مع الساعه ما بين 6 العشيه و 8 العشيه شويه، وقالوا لنا غتمشيو حتى 6 الصباح. احسن حاجه في هذه الكوميساريه وهذا الشيء كامل هي هذه الجلسه هذيك اللي كتكون في العشيه هنايا،
كنعسوا هنايا في هاد البلاصه هادي. تزادوا معنا واحد الايرانيين هما جوج من ورايا هادو اللي جالسين في الارض، وتزادوا عاوتاني واحد ثلاثه، واحد جوج دراري وبنت ممكنش افغانيين. يعني ولا البشر كثير الرواج هنا بحال شي سوق. واحد السيد الموتور هنايا، هاد الموتور هذا الكبير، وهاد الكاتكات هادي ديال الايرانيين غادي للهند. دابا كاين ايران، باكستان، الهند، شو يدوزوا الكونجي ديالهم تما ويرجعوا. قريب الهند لايران، بيناتهم غير باكستان. واخيرا جاء الفرج في اليوم السادس ديالنا هنايا، دابا غادي لهم بالبيكالا، شوفوا فين غيديروها. فكما قلت لكم هاد الطريق ممنوع تمشي فيها بالبيكالا. غاديين في الكار. جابوا لنا كار. وهذه القنت هنايا راه كتمشي بحال العصا. سلام. ما البيكالات خصك تحيد رويده القدام، يدير وحده فوق وحده. واحد البرياني هاد الايامات ما كاين غير البرياني في باكستان، وين بعدا زوين هاد البرياني احسن من الروز اللي كاين في ايران، يعني كيديروا فيه التوابيت واخا حار. غنحيدو السيكان دابا. والله غادي نتوحش هاد البلاصه هادي اللي كنت جالس فيها 6 ايام صافي، كتولي دابا كتفارقها بالدموع. Goodbye brother. Bye bye bro. We will miss you. Thank you. I miss you. Thank you. سلموا على الناس دابا ديال البوليس. Tomorrow. Goodbye tomorrow. Goodbye. We will miss you. Yeah, goodbye. Monsieur. يا. إن شاء الله. إن شاء الله. وليس غنخلي لهم هاد الموديم هذا ديال كيطلقوا به هاد الموديم هذا هوت سبوت، نخلي لهم يتفكرونا به هنايا. فين هو واحد السيد؟ واي السيد هذا الله عمره دار حتى هو هاد يا هذا يا سو غادي نمشيو في هاد الكار هذا ماشي الاخر برادر هذا يو وونت ذيس يا واي فاي واي فاي يا هذا باسورد واي فاي تمام هاي كود سيم كارد هير واي فاي تمام هاي ممنوع شوفوا الكار كيدير السلام عليكم لا لا سيدو باسيس فول لايتيك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم برادر السلام عليكم مروكو مروكو يس سايكلين سايكلين يس ابي باكستان باكستان وي ار ان باكستان ناو جوين تو اسلام اباد يو نو مروكو يا وير از مروكو ايتس ها يوروبيان كانتري نو يوروب افريكا افريكا نورث افريكا شمال افريكا نير تو يوروب هلو ذا باص رجالي الضو هذا الاحمر تا هو بحال جالس عند مولين البال ما كاينش شي مرا والو سي اول اول مان نو وومن هير سي يو وركين هير اور كامين فروم ايران So you are Zaire? I am deported from Iran. Ah, so you are deported. Deported. So everybody is deported? Deported. Everybody? Everybody. Four car, all is deported. From Iran, Turkey, Pakistan. So they were coming in Rifuli, من إيران و تركيا. الساعة دابا شي 4:30 ديال الصباح ولا 5 ديال الصباح هكاك. يلا وصلنا للمدينة ديال الكويتة. تقريبا من شي ماشي يلا وصلنا مع ديك 3 الا ربع 2 ونص من شي 9 ونص ديال الصباح الى 10 هكاك ما بين 9 و 10 درنا الديبار من طفطان تقريبا شي 600 كيلومتر 638 بالضبط حتى لهاد البلاصه هادي 17 ساعه اللي داروا في هاد 638 كيلومتر اش راه بزاف ديال البراجات بزاف ديال العسكر والبوليس والليفي المهم هذوك ليفيس ولا لوفي كي بحال الجندارم ديالهم هنايا يعني تا هما ماشي بوليس وماشي تيكونوا بحال شبه عسكريين
قل من كيلومتر كتلقى باراج، يعني تتوقف باراج قل من كيلومتر ولا كيلومتر باراج اخر. كل مره كيطلعوا كيصوروا الباسبور الفيزا، بعض المرات كيصوروا لي حتى انا كيصوروك في وجهك. فاش كتوصل هنا لمدينه الكويتا كتلقاهم عاوتاني كيتسناوك في المحطه، واقفين طوموبيل جوج طوموبيلات اللي كانوا تسناو. الاخرين اللي كانوا بالطوموبيلات معنا جابوهم، هذوك اللي جابونا من طفطان جابوهم لوطيل نيشان. حنا ما مشينا للمحطه مع الكار، بقيناو كيتسناو فينا واحدين تما. جابونا دابا هنا فاش كتوصل لهاد الكويتا ما عندكش الحق تمشي، كيبقاو معاك البوليس، عندك الحق تنعس في جوج ديال لي زوطيل على ما قالوا لينا. وهادشي اللي كاين، كاين هذا اللي فيه انا دابا سميتو بلوم ستار، كاين واحد سميتو سيرينا ولا سيرين كيدير شي 120 دولار الليله، يعني شي 2000 درهم الليله. انا دابا كاينين تقريبا 8 يعني اللي نعسنا في لي شومبر، مع كاينين الاخرين اللي عندهم لي كارافان نعسوا في لي كارافان هنا في لوطيل، ولكن نعسوا في لي كارافان. فاش وصلنا هنايا الدراري قالوا لي ها انت نخلوك انت تنيغوسي معايا يعني في الثمن. المهم خلوني شافوني في انا اللي خرجتهم من طفطان من الحدود باش وصلوا هنايا، قلنا تقريبا شي 4500 روبيه في الاول. 4500 روبيه هي احنا 8 يعني كل واحد غيخلص 4500، هي تقريبا شي 150 170 درهم. المهم الدراري اللي قول لي انقص، فبقيت معاه حتى وصلنا 3000. 3000 اللي هي شي 2200، انا قلت مزيان هذا هو الثمن، يعني ثمن معقول. سيد دريف ما عجبهمش دابا فاش طلعنا لي شومبر هنايا، هذوك الالمانيين ما عجبهمش الشومبر. لا واش الشومبر كيدير هادشي ديال الستينات؟ قلت لهم راه 100 درهم ل 110 درهم 10 اورو هادشي اللي غتجيب لك. انا دابا شديت شومبر بوحدي، كاين الشينوي هنايا شاد شومبر بوحدو كاملين نفس الثمن، والدراري الاخرين شدوا جوج ديال لي شومبر تنعسوا فيها ثلاثه ثلاثه. كنت هذا في باكستان، فمن الاحسن الواحد اذا كان مثلا باغي يدخل باكستان عبر الحدود البريه فمن ايران راه غيلقى هذا المشكل، راه ما يخلوكش تمشي بوحدك، يعني لا بيكالا لا بموتور لا بالطوموبيل، باش ما بغيتي تكون غيوقفوك في الحدود، يعني غتبقى حتى يشوفوا لك تمشي مع شي كونفوي، المهم بلا سكورت هذاك الشيء. ولا كنتي بالطوموبيله ولا بموتور وكنتي كتستريسا الا كان عليك الضغط، فراه ستريس في الطريق هذا. داك مول الموتور اللي معنا ما قدرش يسوق الطريق كامل، ما كاينش وقف، ما كاينش لا عييت وقف لا غادي نعس هنا ساعة، لا ما كاينش صافي خصك تمشي. جاب الله كاين واحد من الطوموبيلة ودخل هو ساق الطوموبيل ومن الطوموبيلة ساق الموتور وكملوا. لقاش كاين الدق 600 كيلومتر يعني كاملة في دقة واحدة. كتوقف بعض المرات في البراجات، ووقفنا وقيلا شي جوج مرات في شي حوانت، يعني كتوقف في هذيك 15 دقيقة صافي، يعني 17 ساعة وانت راكب على الموتور ولا الطوموبيل وغادي داكشي كونفوي، يعني طوموبيله كار طوموبيله كار، يعني معاك البوليس القدام، يعني كاين شويه كتبرزط من الواحد اللي ما كانش عنده مع الضغط غيطلع ليه الدم.